احكي لنا شو صار. ما كنا والله باركين نايمين الساعة حوالي 10، وني ما حس فوق سمعنا صوت، ما في صوت اصلا. طلعنا لهون لبرا، صحي عالم حدا ينقذنا، ونتا العالم هي بدها منقذها. فتنا والله طلعنا اخواتي ولاد عمي 40 واحد راحوا، بجدي راحوا هون زر صاروخ عبيتهم، فيو اجر وفي ايش دولة حضا يعني نوم فيه. طلعت نانتي 4 شاف خالتي طايرة لالا ملوة، ما نعرف بس افهم ليش عم بضربني، يعني حكم القوي على الضعيف. بس هيك كو حجر طار، مبنى كرتون عطير، ما مبنى حجر. طلعنا ولاد عمي شباب، واحد عم بصلي هيك ساجد عم بصلي، كان كلهم مش ما احلاهم ريحة المسك طلعت منهم، ما بضحكوا. اجت تحكي، اجت تشوف تحكي مع مين، تصيح يا عباس محمود، ولا ابن عمي ابنه مات، ولا في مرة حامل هذا شهرة جوزها مخبي لها مصاري لحتى تولد راحوا. ولا اجي احكي لك، في ولد عمر جمعة ابوه طق عليه، عبنا ملا بالقبر، ابوه يحرس لابر يحرس اخواته يسلم عليهم، جنني. والاب مات في قال ايش يعطى راسه، بتكون شحاطة صرامي ما نعرف ايش. بالي انا زنزات طلعنا ما شفنا شيء، ما شفنا. انا كنت مصوب غمي علي، ابوي حساس كثير، ما قلت له انا ما قلت له في شيء، انا قلت له ما صح نايف، قلت له هاف ما في شيء. رحنا هنيك والله يا جماعة كويسين، طار البيت أثناء الصاروخ رجع ضربنا، ولا وما هيك الكاعب بنقص صار بده من ينقذوه.